أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهاردة اللهم صل عليك يا نبي 21/10/2024 احنا من مزرعة المعلم أيمن الحوفي، العنوان قرية خربته مركز قوم حمادة محافظة البحيرة. وتعالوا نشوفوا الصنف العالي يا جماعة، هو بسم الله ما شاء الله بقرة مزرعة ايات، بسم الله ما شاء الله عليه، الله هو اكبر. والخلف زي ما انتم شايفين نتاع يا معلمي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كنب المال صلاة النبي عليها، الله هو اكبر. ربنا يبارك للمال وصاحب النصيب اللي هياخد المال، اللهم صل عليه كنب. نتايا بتشربات يا جماعة زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كنب، الله هو اكبر. كم ولد يا معلم ايمن؟ تاني ولد، اللهم صل عليك يا نبي على المال يا جماعه، يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. بقى قد ايه لبن يا مولى؟ 8 و10. 8 و10 في اليوم لبن يا جماعه، يعني من 10 ل 8 كيلو ل 10 كيلو، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. الخلف زي ما انتم شايفين اهو، الله اكبر. نعم؟ كسر اربع سنات. والكسر اربع سنات، بسم الله ما شاء الله. التطفيح اللي وراه. الله اكبر، عجل تركيحه يا معلم ايمن؟ تركيحه حاجه. عجلة تلقيح يا جماعة، بسم الله ما شاء الله على المال، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. موجود حاجة غيرها تانية يا معلم أيمن؟ موجودة حاجة. موجود، بس ديت طبعًا ما فيش غيرها النهاردة. آه. عشان النهاردة كان عندكم سوق طبعًا. سوق والبهايم طلعت السوق. والبهايم طلعت السوق، دي آخر واحدة يا جماعة هي. ربنا يبارك للمال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. الكسران أربع سناء، واللبن من 8 ل 10 أيمن. العشر. ورينا السن كده، السنات يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوت على عينك يا تاج، مفيش حاجه من الطريق، اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله. والخلف بتاعي من المال الطيب اهوت، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخد المال. المال بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهوت، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم صل عليك يا نبي. السعر المطلوب كام يا معلم ايمن ابو مرد الله؟ والله اللي زيها في السوق 110. اللي زيها ب 110. زيها في السوق 110، احنا عايزين 100,000. عايزين 100,000 السعر المطلوب، سعر نهائي ان شاء الله؟ سعر نهائي 100,000. مش هتجيب لي حاجه؟ والله بقى اللي يجي اشوف، المال احسن من 100 والله. المال يا جماعه هو احسن من 100. بسم الله ما شاء الله. والله الكلاب بتباع 105 النهارده في السوق. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللي عايز يسيبها ب 25 سنه، اللي عايز يسيبها ب 25 سنه، نتايه بالتشاره ما شاء الله، بالتشاره يا جماعه. المال بيتحدث عن نفسه، والله اكبر، بسم الله هو اكبر. زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله على النتايه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر، الله اكبر. النتايه ايات بتلعب زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر، المال بسم الله ما شاء الله عليه. هترد تاني زي ما انتم شايفين لامها، اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي، المال صلاة النبي عليها، الله اكبر. قول لنا على رقم التليفون يا معلم ايمن. 0 100 2 2 2 8 8 8 4 4 6 3 6 3. العنوان مرة أخرى يا جماعة، قرية خربته، قرية الفنان الكبير عادل إمام، الله أكبر، الله أكبر. المال يا جماعة صلاة النبي عليه دخل يا معلم ايمن، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. اهم حاجه ذكر الله ورسول الله، ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء. اذكر الله، لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، تسمع ذكر الله تقول لا اله الا الله، الله اكبر. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الجديد كل يوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليكم تعليق كده بذكر الله ورسول الله، الناس المسلمين الموحدين بالله ورسول الله، ربنا يبعد عنهم وعننا البلاء يا رب، اللهم امين.
قرية خربتها بحيرة، ناس محترمين ربنا يبارك لهم ويصلح حالهم ويصلح حال اللي تواصل معاهم يشتري منهم يا رب، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله.